ممكن حضرتك تسمعني عن طريق سكايب مش من التلفزيون؟ عايز أعرف من حضرتك في البداية، يعني شكل المنافسة في وجهة نظرك على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم ده من خلال مربع ذهبي مصري مغربي. ممكن حضرتك تعيدي السؤال؟ المكالمة شوية الصوت ما يوصل كويس. كنت بسأل حضرتك على شكل المنافسة على دوري أبطال أفريقيا من خلال المربع الذهبي المصري المغربي، يعني الأهلي المفروض هيلاعب الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي. السلام عليكم ومرحبا بكل الجمهور المصري والجمهور العربي على العموم. هي منافسة دوري أبطال إفريقيا يعني وصلت لمرحلة حاسمة حاليا، وهما هي في الدور النصف النهائي، والنادي الأهلي أوصل للدور النصف النهائي على غير الزمالك. راح يكون فيه صراع مصري مغربي، صراع راح يكون بامتياز يعني لافتكاك اللقب. هناك ناديين من الجانب المغربي هما الوداد والرجاء، الفريقان كبيران، وأيضا فريقان عملاقان من الجانب المصري هما الأهلي والزمالك. يعني نحن راح نكون على موعد مع مباراتين كبيرتين يعني على المستوى القاري. الحظوظ على الورق تبدو متكافئة جدا للأندية الأربعة للتتويج باللقب، يعني كل فريق له حظوظه للتتويج باللقب القاري. المنافسة ما راح تكون شديدة، راح تكون مفتوحة على كل الاحتمالات. هنالك أيضا عامل آخر راح ناخده بالحسبان، هو توقف البطولة في المغرب ومصر مؤقتا بسبب جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم والعالم العربي، وكان لها تأثير سلبي جدا على كرة القدم. نحن شفنا الدوريات الأوروبية لما عادت للنشاط، يعني كان فيه تغيرات كثيرة على مستوى البطولة وحتى دوري أبطال أوروبا. يعني نفس الشيء راح يكون في دوري أبطال إفريقيا، وراح ننتظر إن شاء الله أنه يكون المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات. في رأي حضرتك الفرق المصرية هتستفيد أكتر من نظام الذهاب والإياب بدل من نظام المباراة الواحدة؟ هو يعني ظروف كانت يعني ظروف جائحة كورونا اللي قلت لك أنها اجتاحت العالم العربي والعالم بأسره، يعني كانت حتمت على الاتحاد الإفريقي أنه يقترح مقترح اللعب مباراة واحدة بدون ذهاب وإياب، على غرار ما سيفعله الاتحاد الأوروبي في دوري أبطال أوروبا اللي راح يتلعب في لشبونة البرتغالية. بس دوري في إفريقيا ما عندناش يعني نفس الظروف الموجودة في أوروبا. يعني في إفريقيا عندنا يعني لازم اختيار، في أوروبا تم اختيار لشبونة اللي تكون لاحتضان ما تبقى من منافس دوري أبطال أوروبا. بس احنا في إفريقيا وحتى الحدود لا زالت مغلقة بين البلدان العربية، الاتحاد الإفريقي ما عندوش يعني حلول كثيرة لتنظيم نفس الشيء نفس على نفس الطريقة التي قام بها الاتحاد الأوروبي. راح يحرم الجماهير، لو تم اعتماد تلك الطريقة راح يحرم الجماهير من التنقل من بلد لآخر، يعني من مصر بين مصر والمغرب راح يحتم على الاتحاد الإفريقي اختيار بلد محايد، وحتى لو تم اختيار بلد محايد راح يحرم جماهير الأندية من تنقل لمساندة فريقهم. يعني كان لازم اعتماد نظام الذهاب والإياب، وراح يكون إن شاء الله عنده صدى أفضل، يعني راح نشوف يعني منافسة مفتوحة على كل الاحتمالات. يعني كل فريق راح يلعب على أرضه أمام جماهير، وراح يستفيد من ذلك الدفع حتى ولو أنه المباراة يعني راح تلعب بدون جمهور، بس الفريق اللي يلعب على أرضه
راح يكون يعني عنده حظوظ أوفر. نحن نعرف أن النوادي العربية أو الإفريقية على العموم ليس مثل النوادي الأوروبية، يعني لما يلعب على أرضه راح يكون عنده روح، راح يكون عنده ضغط من الجماهير حتى في ظل عدم تواجدها يعني على أرضية الميدان. بس في الأسبوع الذي يسبق المباراة راح يكون فيه ضغط من الجماهير، راح يكون الجماهير تطلب يعني مجهودات أوفر ومجهودات أكبر من فريقها للتتويج باللقب. يعني نظام الذهاب والإياب راح يمنح كل فريق حظوظه للتتويج باللقب القاري. عايز أسأل حضرتك، ليه الأندية الجزائرية غابت عن نص نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ ممكن تعيد لي السؤال راجعا؟ ليه غابت الأندية الجزائرية عن نص نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ غياب الأندية الجزائرية عن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في عنده مبررات كثيرة. يعني النوادي اللي كانت تمثل الجزائر هي نادي اتحاد الجزائر ونادي شبيبة القبائل، يعني الناديان كانوا يمثلوا الجزائر في دوري أبطال أفريقيا. الفريق الأول اتحاد العاصمة كان عانى من مشاكل كثيرة، كان فيه تغييرات على مستوى الإدارة، يعني النادي كان في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر، مالك النادي كان من بين رؤوس الفساد في البلاد وتم سجنه، يعني هو تم سجنه بسبب فضائح في الفساد. يعني النادي كان عانى كثير من هذا الجانب، وكان تم توقيف كل الإمدادات المادية للنادي، وهو ما أثر سلبا عليهم. يعني كان حتى مصاريف تنقل ما قدروا يوفروها، يعني مصاريف تنقل لإفريقيا النادي ما قدر يوفرها، وذلك كما قلت لك بسبب حبس رئيس النادي. بالنسبة لشبيبة القبائل، شبيبة القبائل عندها تقاليد يعني في المنافسة القارية، عندها ألقاب في كأس الكاف في دوري أبطال إفريقيا، ولكن النادي أيضا في مرحلة تجديد، النادي يعيش الآن مرحلة تجديد، إدارة جديدة يعني بقيادة الرئيس ملال. عفوا انقطعت المكالمة أعتقد. نتمنى التوفيق لكل، يعني نتمنى التوفيق المكالمة للنادي انقطعت. الأهلي بالأخص يعني في دوري أبطال أفريقيا، وشكرا جدا لحضرتك كنت معانا في برنامج السادسة. روح دلوقتي.